مبروك. السلام عليكم، اهلا وسهلا لجميع مشاهدين قناه جوجيشن. كنتمنى تكونوا باتم الصحه والعافيه. اليوم اختاريت ندير لكم واحد الوصفه على الطريقه الوجديه اللي هو اللحم بالبرقوق ومخضر بالمشماش وبيان سور باللوز والكركاع. هي كتجي لذيذه، التغميره ديالها او المرقه ديالها كتجي رائعه جدا. هذه صراحه الوصفه ديال الام ديالي، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم ونتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. بالنسبه للناس اللي جداد عندي في لاشين مرحبا بكم، ما تنساوش ديروا دي كومونتير الا عندكم اي زعما تعقيب ولا اي حاجه بغيتوا تعرفوها. ما تنساوش ديروا دي لايك الا عجبتكم لا غوسيت، وبيان سور صابوني باش يوصلكم اي جديد، يعني الاشتراك في القناه. غادي نحتاجوا من 4 حتى 6 ديال الحبات ديال البصل حسب الحجم ديالهم، والتوابل غادي نحتاجوا الفلفل الاسود، فلفل احمر، شويه ديال القرفه، سنجبير والخرطوم والملحه. وفي واحد الكوكوط غادي نديروا جوج طراف ديال اللحم، وغادي نزيدوا عليهم التوابل اللي ذكرنا، الملحه، الخرطوم، الفلفل الكحل، الفلفل الاحمر وشويه ديال القرفه. وغادي نزيدوا شويه ديال الزيت، وغادي نخليو الاطراف ديال اللحم يتقلاو فوق نار مهيله. هنا كنقلب الاطراف ديال اللحم باش ديك التوابل كتدخل في وسط اللحم ديالي. غادي نخليهم واحد الخمسة دقائق، ومن بعد غادي نزيدو الماء حتى نغطيو تقريبا الحجم ديال الاطراف ديال اللحم، وغادي نزيدو على الكوكوط لمده نصف ساعه ونرجعوا لها. كنحكم الاغلاق ديال الكوكوط ديالي ونرجع بالنسبه للمشمش والبرقوق كنسلقوهم، وبالنسبه للبصل كنقطعوها باش من بعد ما يطيب اللحم نرميوها، واللوز حتى هو كنسلقوه باش نحيدو له القشره ديالو ونقليوه. بالنسبه للطياب ديال البرقوق غادي نديروه في واحد الكاسرون، وغادي نديرو شويه السكر وشويه القرفه. وبالنسبه للمشمش حتى هو في كاسرون واحده اخرى، غادي نعسلوه بالقرفه والسكر، والبصل غادي نقطعوها الى قطع طويله، واللوز غادي نوريكم الطريقه ديال الطلي ديالو. دونك سهله. هنايا غادي نبدا نفصص اللوز، زعما نحيد له القشره ديالو باش نتمكن باش نحيد القشره اللوز. دونك غادي نديرو في واحد الماء القدر ديال الماء، وغادي نخليه فوق النار يتسلق لي، ومن بعد واحد 3 حتى 4 ولا 5 دقائق غادي نحيد له القشره. وفي واحد الكاسرون اخرى غادي ندير المشمش ديالي يتسلق، وعاوتاني البرقوق يتسلق جهد ما نحس بهم، يعني سلقوا لي مزيان. غادي ندير فيهم شويه ديال المرقه والقرفه والسكر، غادي نخليهم على جنب يطيبوا، ونمشيو البصل ديالنا بعد ما نكون قطعناه. دونك غادي نزيدوه على اللحم اللي كيكون طابنا. بالنسبه باش نعسل، دونك غادي ناخذ واحد الملعقه ديال القرفه صغيره، واحد الملعقه كبيره ديال السكر سنيده، اللي ما متوفرلوش سنيده يمكن له ياخذ زعما القالب اللي عنده عادي. وهذا اللوز بعد ما يتسلق لي وحيد له القشره ديالو. وفي هذه المرحله غادي نعسل المشمش ديالي والبرقوق، وغادي نضيف لهم كل من القرفه والسكر بعد ما نكون ضفت لهم المرق. المرق هو ملي كيطيب لي يعني اللحم ديالي، كنضيف واحد 3 المعالق هكا كبار ديال المرق اللي كيكون ديجا يعني داك الروى اللي كيكون ضاب فيه. في هاد الاحيان كنضيف البصل ديالي للحم اللي كيكون ديجا طابلي وخدام من بين يعني نصف ساعه حتى لواحد 40 دقيقه. فواحد المقلاه صغيره كندير واحد القليل من الزيت، ومن بعد كندير ولا كنضيف لهاد الزيت اللوز ديالي يتقلى فقط، يعني اللوز الله يعطيكم الستر حدو معاه حيت في الساعة يعني كيتحمر، ومن الافضل ما يتحمرناش، يعطينا واحد اللون ذهبي.
باش تجي فيه واحد البنه وما يجيش زعما البنه ديال الحرق، باش ما يتحرق ليش غادي نبقى نحرك وامنطا يعني حاضي معاه. هو هنا كتشوفوا عطى واحد اللون ذهبي، يعني فقط يعطيني هذا اللون ونحيده. ملي نحيدو اللوز ديالنا ما نساوش نديرو فيه شويه د الملحه ونخليوه يتقطر او ينشف. ونصيحه لاي امراه دونك باش تجيك القرمشه في اللوز مباشره بعد يعني التحيات ديالو من المقلاه، نرشو فيه شويه د الملحه. هذه يعني ركيزه اساسيه باش تجينا القرمشه في اللوز. انا برك كيتعسل لي البرقوق والمشمش ديالي. في هاد الاحيان كنرجع للكوكوط ديالي وكنلاحظ بلي البصله راه كتعسل. انا الصراحه كنخلي الوقت الكافي للمشمش والبرقوق باش يتعسلوا، باش يعطيو واحد يعني باش يجيو فتيين بحال الزبده، يعني اون فوا كتذوق منهم كيجيو فتيين يعني رطبين بزاف. لهذا كنخليهم وقت كافي باش ياخذوا التعسل ديالهم وتندمج لي القرفه في وسط يعني في وسط المشمش وفي وسط البرقوق، ويعطي واحد اللون يعني معسل وكتجي فيه واحد التعليقه رائعه. هذا هو الشكل النهائي كيف كتشوفوا. ودابا بعد ما يكون اللحم ديالي طاب والبصله تعسلات لي، غادي نمشي لمرحله التزيين ديال الطبق واللي غادي نبارطاجي معكم وتبارطاجيو نتوما مع العائلات ديالكم. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه الوجديه اللي صراحة كتجي لذيذة ورائعة. كنتمنى لكم كل خير وكل يعني كل طاقة إيجابية باش تنوضوا وحتى نتوما تجربوا هاد الوصفة. ودابا غادي نخليكم وباش نمشيو لمرحلة التزيين. وأنا هنا كنزين يعني باللوز اللي كنكون قليته وبالمشماش من فوق ودرت هاد الكركعات وبالبرقوق اللي منتشر في جميع انحاء الطبق. وكنتمنى لكم شهية طيبة مع الف تحياتي.